اذا هذا حديث يبين امرين من اشد الامور المفسده للدين الحرص على المال باي طريقه والحرص على المنصب والجاه والحرص على الرئاسه مهما قدم من تضحيات ضربه عليه الصلاه والسلام مثلا لفساد دين المسلم بالحرص على المال والرئاسه وان هذا الحرص يفسد الدين ليس باقل من افساد ذئبين جائعين لغنم غاب عنها رعاتها ليلا فدخلا فيها يفترسان ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، إذا الذئبان من أشد الوحوش افتراسا فكيف إذا كان الذئبان جائعين ثم الذئب حريص جدا على الغنم فهو يشتهيها أيما اشتهاء فإذا كانت فريسة محصورة في حظيرة ليس عندها راع أو حام ما ذئبان جائعان أرسل في غنم هل تخيلنا هذا المشهد هل فكرنا في هذه الصورة التي يعرضها الحديث ذئبان جائعان ارسلا في غنم كيف سيكون الافساد كيف سيكون الاتلاف كيف سيكون الخمش والافتراس والاكل والقتل والجرح سيعيثان فيها فسادا عظيما لن تسلم شاه لن تسلم شاه ذئبان جائعان ارسل في غنم هذا الافساد اشد منه افساد الحرص على المال والرئاسه للدين الحرص على المال باي طريقه حلال حرام باي شكل الحرص على الرئاسه مهما كلفت امران يفسدان الدين اشد من افساد الذئبين الجائعين اللذين ارسلا في غنم الهلع الحرص على الدنيا الحرص على المنصب الحرص على الرئاسة الحرص على حب الظهور الحرص ان يذكر بين الناس سماه عليه الصلاة والسلام الشرف يشرف فيه والناس ويستشرف اليه والناس تنظر الى هذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حرص المرء على المال وهذا الشرف او المنصب او الرئاسه في الدنيا مفسد لها افسادا عظيما لا يسلم من دين المسلم مع هذا الحرص شيء الا القليل ربما هذا مثل عظيم يتضمن غايه التحذير من شر هذا الحرص والحرص على المال نوعان الاول شده محبه المال مع شده طلبه من وجوه المباحه والمبالغه في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه مع الجهد والمشقه فهذا وان كان ليس مالا حراما لكنه يستغرق العمر متى يكون له وقت للطاعه اذا كان كل اليوم او كل الوقت حريصا على المال وعلى جمع المال ولن ياتي الا ما قدر له ثم قد يرتحل عنه ويترك اكثره وقد يجمعه لمن لا يحمد من بعده فالحريص هذا يضيع عمره وزمانه الشريف كله في المال ف قيل لبعض الحكماء ان فلانا جمع مالا فقال فهل جمع اياما ينفقه فيها اذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما انت في يوم القيامه صانع النوع الثاني من الحرص على المال ان يجتهد في جمعه ويبذل الوقت والحرص الشديد ولو من الوجوه المحرمه فهذا ضاع عمره في جمع الحرام مو فقط ضاع عمره وانما في وبال اضافي وهو الحرام. كيف يفسد هذا الدين؟ اما المنصب والرئاسه والحرص على الشرف بالولايه والسلطان والمال هذا سوف يبغي ويطغي سوف يبغي ويطغى تلك الدار والآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ونبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من طلب الولايات لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها رواه البخاري ومسلم وأما طلب حب الظهور بالعبادة هذا رياء وهذا خطير جدا ايضا فمن طلب حب الظهور في اي شيء كحب الظهور في الاعلام والقنوات هذه مزله عظيمه هذا باب عظيم من ابواب الفتنه نسال الله السلامه والعافيه وبعض الناس يطلبه بالتظاهر بالعلم أو بالتظاهر بالزهد أو بالتظاهر بالعبادة وبعضهم اليوم يطلق موا... مقاطع على اليوتيوب يصور فيها عباداته أو حاله في في فيما هو طاعة في الظاهر لكن في الحقيقة كله رياء رياء وطلب محمد وطلب ثناء الناس وطلب الذكر بين الناس وطلب المكانه هذا لما قال ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه كيف يعني كيف تودي به هذه المسأله امران مفترقان لست تراهما يتشوفان لخلطه وتلاقي طلب المعادي مع الرئاسة والعلا فدع الذي يفنى لما هو باقي. طيب لو واحد قال يوسف عليه السلام ما طلب الرئاسة نقول نعم لكن كانوا كفارا وكان هو المسلم. ثانيا كان عنده قدرة على انقاذ الامة من القحط اني حفيظ عليم وهذا يتوجب عليه لو واحد يستطيع ان ينقذ النفوس من الهلاك يجب عليه فإذا ابتغى وجه الله وربما يكون ذلك عن وحي وأمر من الله إذا هذا الطلب للرئاسة استثنائي لظرف معين أما أن يحرص الإنسان على الوصول إلى المناصب ويقاتل وممكن يكذب وقد يبذل طبعا دينه ويتنازل عن أشياء من الدين للوصول إلى المنصب المنصب شيء خطير فإما أن يكون يبتغي وجه الله نيته لله وليس هناك من هو أكفأ منه ووصوله إليه في مصلحة الإسلام والمسلمين هذا يفعل لكن الذي يريد المنصب للمنصب يريد المنصب للشهرة يريد المنصب للعلو في الأرض والفساد يريد ان يطغى ويبغي ويستعلي ويقهر ويذل هذه المصيبه نسال الله سبحانه وتعالى السلامه